بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 60 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الطائف، وباعثها المستمع ألف ميم شين سوداني. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في لقاء سابق، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: دائما في السنن الراتبة والنوافل أقرأ بعد الفاتحة سورة الكافرون والإخلاص، وأحيانا أقرأ آية الكرسي ثم أقرأ بعدها سورة الكافرون في الركعة الأولى ثم أقرأ بعدها الإخلاص في الركعة الثانية، فهل عملي هذا صحيح؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا مانع من جمع سور في ركعة واحدة، ولكن التزام سور معينة مثل ما ذكر السائل، التزام سور معينة والمداومة على ذلك لا يجوز، لأن أنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على التزام هذه السور والمداومة عليها، فيترك هذه العادة ويقرأ ما تيسر من القرآن ومن السور، ولا يلتزم بسور معينة إلا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ به في الوتر في القنوت في الشفع والوتر، قد كان يقرأ صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى من الشفع يسبح اسم ربك الأعلى، الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر ركعتي الطواف يقول يا أيها الكافرون الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية، وأحيانا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الركعة الأولى من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران. وكذلك كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وبسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية. وفي صلاة الجمعة كان صلى الله عليه وسلم تارة يقرأ بسبح والغاشية، وتارة يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون. هذه السور كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في الغالب في هذه الصلوات. وأما أن نخصص سورا في غير ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تلك الأحوال فإن هذا يعتبر من البدع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يصف نفسه شيخ صالح فيقول: أنا مجتهد في الإطلاع على الكتب وجمعها، فهل تنصحوني بالقراءة لشخص واحد أم بتعدد الكتب والمؤلفين في دون مأجورين؟ ننصحك بأن تدرس على أحد المشايخ، أحد الفقهاء لديكم، في كتب العقيدة، في كتب الفقه، في كتب الحديث، في الكتب النافعة، كتب النحو، من أجل أن تتعلم. أما أن تقتصر على نفسك وتقتصر على قراءة الكتب فهذا غير مفيد فائدة كثيرة، بل ربما يضرك أكثر، إلا إذا كنت قد طلبت العلم على المشايخ وتحصلت على قواعد علمية تستطيع بها التمييز بين الصحيح وغير الصحيح مما في هذه الكتب، فلا بأس أن تطالع وتكثر من المطالعة، والتنويع أحسن من الاقتصار على كتاب واحد أو لمؤلف واحد ما دمت عندك الأهلية للتمييز بين المفيد وغير المفيد. أما إذا كنت مبتدئا أو لم يسبق لك طلب علم على العلماء الذي نوصيك به لا تقتصر على قراءة الكتب، بل عليك أن تبحث عن عالم من العلماء وتطلب
تطلب العلم على يديه لتأخذ منه القواعد العلمية والمسار الصحيح في طلب العلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال يقول فيه: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولدا صالحا يدعو له، وسؤالي هو: هل دعاء غير الابن ينفع الميت بعد موته؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الدعاء من المسلمين ينفع سواء كانوا من الأبناء أو من غيرهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا عموم، فينفع الدعاء من المسلمين، ولكن الدعاء من الولد يكون أفضل، ولأنه من البر بالوالدين الدعاء من الولد يكون أفضل، وإلا فالدعاء من المسلمين نافع إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة المغربية رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله ألف شين، أختنا لها قضية تقول فيها: في رمضان أستمع إلى صلاة التهجد مباشرة من مكة المكرمة من المذياع، وأصلي معهم ولا أنويها جماعة، وهي تزيدني في الخشوع والإيمان، وأعتبرها قيام ليلي، هل صلاتي صحيحة أم علي الاستماع دون الاتباع؟ جزاكم الله خيرا. صلاتك غير صحيحة على هذه الصفة، فلا تتابعي المذياع سواء كان البث قريبا أو بعيدا، حتى ولو كان البث في البلد لا تتابعي المذياع ولا التلفاز، وعليك أن تصلي لنفسك بدون ارتباط بالمذياع أو بالتلفاز، وحتى لو لم تنوي بذلك الجماعة، مجرد المتابعة غير صحيح، فعليك بترك هذه العادة وأن تصلي لنفسك. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا تستمع دون صلاة شيخ صالح؟ تستمع وتستفيد بدون صلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: عندما أكون في العذر الشهري أخذ كتاب المأثورات وأقرأ منه الأدعية والأوراد، وفي ذلك بعض من الآيات القرآنية، هل هذا جائز؟ لا مانع من قراءة الأدعية، وأما الآيات فتجنبي قراءتها ما دمت حائضا، إلا إذا قرأتيها على صفة الذكر لا على صفة التلاوة، إذا قرأت على أنها ذكر ودعاء فلا مانع، أما إذا قرأتيها على أنها تلاوة فهذا لا يجوز للحائض. وبالمناسبة، كتاب الماثورات لو اخترت كتابا أحسن منه وأوثق، مثل كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم، والكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية، والأذكار للإمام النووي، هذه أوثق وأحسن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: بدأت أصلي عندما كان سني في 15، لكني كنت غير مواظبة على الصلاة، وعندما وصل سني إلى 20 سنة كنت غير راضية عن صلاتي، فالتزمت بالحجاب وحسنت من صلاتي، وأنا الآن عمري 30 سنة. قال لي بعض الناس: يجب علي أن أعيد ما فاتني من الصلاة، وعلي إعادة صلاتي التي صليتها من قبل، وأنا الآن أصلي صلاة الضحى 4 ركعات قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و4 قبل العصر، و2 بعد المغرب، و5 بعد العشاء، هل هذه النوافل تكفي دون أن أعيد ما فاتني أو أقضي؟ جزاكم الله خيرا. ما دمت قد صليت في الماضي الحمد لله يكفي هذا، ولو كان فيه شيء من النقص، وعليك بالمحافظة على الصلاة في المستقبل، والحرص على النوافل المشروعة مثل قيام الليل، مثل صلاة الضحى، مثل الوتر، الرواتب التي مع الصلوات، وفي هذا الخير الكثير إن شاء الله. وأما القضاء فلا قضاء عليك، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عطية بليل من ضواحي البجادية بعث يسأل ويقول: في يوم من الأيام حلفت بالطلاق 3 ألا أفعل كذا وكذا، ولكن عملت نفس الشيء الذي حلفت ألا أعمله، فقمت بصيام 3 أيام، هل ما فعلته هو الصواب أو بماذا تفتوني؟ جزاكم الله خيرا.
نوصيك بأن ترجع إلى المحكمة الشرعية القاضي في بلدكم وتسأله عما حصل منك، فإما أن يفتيك وإما أن يكتب الواقع ويرسله لدار الإفتاء في الرياض وينظر فيه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوكم مصطفى أحمد الشيخ يسأل ويقول: ما حكم تلقين الميت عند دفنه؟ بعض العارفين يجلس عند رأس الميت ويقول: يا فلان ابن فلان يأتيانك ملكان كذا وكذا إلى آخره، ما حكم هذا؟ وهل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك؟ أفيدونا مأجورين. التلقين هذا لا أصل له، فهو بدعة، والحديث الوارد فيه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكلم أهل العلم في إسناده وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والميت لا ينفعه هذا الكلام، إنما ينفعه عمله الصالح. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإذا كان الميت من أهل الإيمان فإن الله سيثبته عند مساءلة الملكين، وإن كان من الظالمين فإن الله يضله ولا ينفعه التلقين الذي يقال عند القبر. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه إذا جاءه الملكان فإنهما يقعدانه وتعاد روحه في جسده، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسأله الملكان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق والمرتاب فإنه يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فمهما لقن فإنه لا ينفعه التلقين ما دام أنه مات على غير الإيمان. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن صلاة الجمعة شيخ صالح، فيقول: هل تسقط صلاة الجمعة عن الجماعة الذين يجتمعون لدفن ميت لهم في مكان يبعد عن المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة ما يقرب من 15 كيلو؟ يحاولون الصلاة أولا صلاة الجمعة إذا أمكن ذلك، ودفن الميت يمكن تأجيله أو تقديمه بوقت قبل صلاة الجمعة. المهم أن عليهم أن يوفقوا بين دفن الميت وبين صلاة الجمعة، وأن لا يجعلوا وقت دفن الميت في وقت صلاة الجمعة، بل يوفقون بينهما إما بالتقديم الدفن أو تأخير الدفن عن صلاة الجمعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا ويقول: جاء في إحدى الآيات القرآنية الكريمة قوله تعالى: نور على نور، هل تحدثون عن هذه الجزئية من تلكم الآية الكريمة؟ الآية الكريمة ذكرها الله سبحانه وتعالى لما ذكر المساجد. قال سبحان الله: نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يعني نور الزجاجة مع نور النار مع نور الزيتون النقي، فهي أنوار تجتمع صافية. وهذا مثل الإيمان في قلب المؤمن، مثل الإيمان في قلب المؤمن في بيوت أذن الله أن ترفع وهي المساجد، فيجتمع نور الإيمان في القلب ونور المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل شيخ صالح ويقول: ماذا أفعل لأكسب صلاة الفجر، علما بأنني في بعض الأيام لا أصليها إلا بعد طلوع الشمس، وبعض الأيام أصليها في وقتها، ومن ثم أبدأ بقراءة القرآن حتى طلوع الشمس. يقول: حدثوني كيف أكسب صلاة الفجر، علما بأنني في بعض الأيام لا أصليها إلا بعد طلوع الشمس، والبعض الآخر أصليها في وقتها، ومن ثم أبدأ بقراءة القرآن حتى طلوع الشمس. الواجب صلاة الفجر وصلاة بقية الفرائض في أوقاتها، صلاة الفجر في وقتها وكذلك بقية الصلوات في أوقاتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لا صلاة الفجر ولا غيرها من الصلوات، فإن أخرها من غير عذر فإنه يأثم بذلك إثما عظيما أو لا تصح منه صلاته.
فالواجب الحذر من ذلك. وأما إذا صلى الصلاة في وقتها وجلس بعدها يتلو القرآن أو يذكر الله فهذا زيادة خير وعمل طيب وعمل متواصل. وأما أنه بعض الأحيان يؤخر صلاة الفجر عن وقتها فهذا لا يكفره عنه كونه يجلس لذكر الله بعد صلاة الفجر إذا صلاها في وقتها، بل يكفره التوبة إلى الله عز وجل المحافظة على الصلاة في وقتها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات تقول: أنا مصرية وأريد أن أذهب إلى تحفيظ القرآن الكريم للنساء لأنني ضعيفة في قراءة القرآن الكريم وفي التجويد، إلا أن زوجي يمنعني من ذلك، فبماذا ترشدونني جزاكم الله خيرا؟ تقول إنها تريد أن تذهب إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم للنساء لأنها ضعيفة في قراءة القرآن الكريم وفي التجويد، وزوجها يمنعها من ذلك، وتقول إنها مصرية، فبماذا توجهونها يحفظكم الله؟ الأولى بزوجها أن يأذن لها الذهاب إلى مدارس تحفيظ القرآن لأجل تجويد القراءة وتعديل القراءة إذا لم يكن هناك ضرر. أما إذا كان هناك ضرر، يعني يخشى عليها من الفتنة أو أنها تضيع أعمال البيت أو تضيع أولادها، فلا شك أن بقاءها في البيت هذه الأحوال أمر واجب. وعلى كل حال طاعة الزوج واجبة، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه، إلا أنه لا ينبغي للزوج أن يمنعها مما فيه خير وفيه مصلحة ولا يترتب عليه مفاسد، ينبغي له أن يساعدها على الخير. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وإذا كان عنده المقدرة والاستطاعة على أن يدرسها ويعلمها القرآن فإنه يقوم بذلك ولا تحتاج إلى الذهاب إلى مدرسة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من مستمع أو من مستمعة، المهم سؤال، يقول صاحب عين ألف عم عين: يوجد في وجهي عيب خلقي يسبب لي المتاعب حيث يسخر مني كثير من الناس، وفكرت كثيرا في عملية الترميم لاستئصال ذلكم التشويه، فما الرأي في ذلك؟ هل هو جائز أو لا جزاكم الله خيرا، إذ أنني أفكر كثيرا في هذا العارض، وجهوني يحفظكم الله. إذا أمكن العلاج وإزالة هذا التشويه فلا بأس بذلك، هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. فإذا أمكن علاج ذلك وإزالة هذا التشويه فلا شك في إباحته والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من السودان يسأل ويقول: ما هي شروط الدعوة إلى الله؟ علما بأنني أريد وأسأل الله التوفيق أن أكون من الدعاء، فبماذا تنصحونني ومن أين أبدأ حتى أتمكن من نشر الدعوة إلى الله؟ دعوة إلى الله عمل جليل. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويشترط للدعوة إلى الله أن يكون الداعي على علم بما يدعو إليه، يتعلم أولا ويعرف الأحكام الشرعية والحلال والحرام والبدعة والسنة والشرك والتوحيد والواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه، يعرف هذه الأمور أولا بتفاصيلها من أجل أن يعلم الناس على بصيرة وأن يدعو إلى الله على بصيرة. ثانيا اشترط له إخلاص النية لله عز وجل، وأن تكون نيته إقامة دين الله ونفع الناس، لا يكون نيته الشهرة والسمعة والرياء، فإن هذا ليس دعوة إلى الله وإنما هو دعوة إلى نفسه. ثالثا اشترط الرفق والحلم والصبر في حال الدعوة. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. فهذه الأمور هي مقومات الدعوة. الجاهل لا يصلح أن يكون داعي، كذلك الذي ليس له نية في إخلاص الدعوة لله وإنما يقصد طمعا دنيويا أو جاها أو شهرة، هذا لا يصلح أن يدخل في الدعوة، وليس عمله هذا دعوة إلى الله. وكذلك الذي يستعمل العنف والشدة والتنفير
كبير، هذا لا يصلح داعية لأنه يفسد أكثر مما يصلح وينفر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم منفرين، يقول عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، هذه أمور لا بد أن تتوفر الذي يدعو إلى الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.